اخوتي واخواتي، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم حديثنا حول تحويل الفواكه الموجوده عندنا بالحديقه المنزليه. يعني مثل ما تعرفون لانه بعضها تنضج بوقت واحد، فنحولها الى مربى. نصنع مربى من عندها بالمنزل بطريقه بسيطه جدا، وهذا يعني شيء حلو وجميل، وطبعا تكون الطعم مالتها مميز جدا. طبعا نقدر ناخذ الفواكه اللي ننتجها من الحديقة المنزلية، وممكن حتى اللي نشتريها من الأسواق بطرق بسيطة جدا. اخواني الأعزاء، هسه هنا امامكم، هسه هنا فاكهة الجوافة، طبعا اليوم 13/8/2022. طبعا صار فترة ناكل من هاي الشجرة اللي امامكم، بها ثمار ما شاء الله خير من الله، بس بصراحة ما نستهلك كافة الثمار، انطينا للأصدقاء قسم حتى يتعرفون على طعمها، لأنه زراعة الجوافة بالعراق يعني محدودة جدا جدا. بصراحة حتى هاي الثمار يعني نحولها إلى شيء نقدر نخزنه بالثلاجة، نحوله إلى مربى، وكذلك التين. وهسه أشوفكم يعني انتاجنا من المربى بالمنزل من هاي الفاكهه، فاكهه الجوافه وحتى التين. مثل ما تشوفون شوف طبعا ايش قد احنا يعني اخذنا من عندها، بس بصراحه يعني مو كل يعني العائله يحبونها، فبس من تحولت الى مربى صار طعمها يختلف اختلاف جذري. طبعا العجيب انه مربى فاكهة الجوافة يعني العطر، عطر الفاكهة يعني النوب ازداد قوة، والطعم صار اكثر تميز بالمربى. يعني بالمربى الطعم مالتها افضل من انه تاكلها الفاكهة مباشرة، وانصحكم تجربونها. شوف هسه هاي الفاكهة، رغم انه نزلت انا اكثر من شهور عنها، شوف لحد هاي اللحظة شوف بيها ثمار ما شاء الله. طبعا المعلومة ايضا ممكن انه تحولها الى مخلل، بالعراق نسميه طرشي. هاي اللي امامكم، طبعا احنا حولنا الفاكهة الجوافة الى مربى، وكذلك التين. طبعا بالربيع نستخدم الورد الجوري السلطاني، نحوله الى مربى، جزء الكثير ما يعرفون هذا الشيء. وكذلك نسوي مربى المشمش بهذا الوقت، ايضا مميز جدا. مربى الجزر، وكذلك مربى التوت اللي هو التكي بالعراق بالموسم، طبعا بداية الصيف ايضا نحوله الى مربى. هسه حاليا احنا طبعا نحوش من حديقتنا التين والجوافه، تم تحويلهن الى مربى بطريقه بسيطه جدا جدا، هسه اشرح لكم اياها باختصار. طبعا اخوان الاعزاء، هنا عندنا هاي الثمار، ثمار التين، نقطفها بشرط تكون ناضجه. يعني اذا بيها نسميه احنا شلون القوية تكون بيها الحليب ما نقطفها، هاي نقطفها ونصنع من عندها مربى، ويكون مميز جدا جدا، ويكون الانتاج من الحديقة المنزلية. طبعا هذا حاليا احنا قاطفينهن لانه مسوين مربى بيهن، فراح اشوفكم المربى. لاني بس باقيات كم وحدة ما ناضجات، والباقي كله ما ناضج. طبعا اخواني الاعزاء، شوف هسه هنا عندنا هاي، هذا هاي هنا، هاي الجوافه تتحول الى المربى بهذا الشكل، وهنا عندنا التين، شوف شلون يتحول. شوف اخواني الاعزاء، طبعا افضل من الموجود بالسوق بألف مره. شوف هذا النوع، هذا التين، يعني هذا هاي مثل ما تشوفون هذا التين، وهذا هنا الجوافة. طبعا تتحول هاي الثمار،
وهذا التين ببساطة. طبعا اخوان الاعزاء الطريقة اللي احنا نستخدمها بصراحة بالبيت هي انه تغسل الثمار الناضجة واللي تريد تسويها، مثلا تختار كيلو تغسله تنظفه تقطعه اذا كان مثلا شو اسمه اذا مثل الجوافة او كذا تذب هاي الامور هسه هاي مثلا النهايات مالته، وكذلك التين هاي يعني تتخلص من هاي هذا اللي الجزء المتصل بالنبات الام، وبعدين تقطعه تخليه بجدر، اذا كيلو تضيف له نص كيلو شكر تقريبا او اقل شويه، و وتخليه على النار هاي بعد التنظيف بالبدايه الغسل وتنظيف تقطيع او بدون تقطيع مثل التين، بهذا الشكل يكون شكله اطيب وافضل واحلى. وبعدين تخليه على النار. اكو بعض الفواكه مثلا الجوافه ما تحتاج تضيف اي مي، هي تذب المي مالتها اذا كانت ناضجه. التين ممكن يحتاج قليل جدا من المي، او بعض الاحيان ما يحتاج اذا كان ناضج بشكل تام. راح تشوف انه يذوب الشكر ويا المي اللي ينزل من الفاكهه ويتحول الى يعني الى خليط متجانس، وبعدين بالحراره من يبدي شويه ترتفع الحراره يغلى شويه راح تشوفه يبدي يتجانس ويتحول الى الشكل والقوام اللي هاي. شو تضيف له؟ ما تضيف له غير قليل، احنا نضيف له من الليمون، وبعض الاحيان اذا اريد شويه نكهه نضيف جزء بسيط جدا من اللامندوز نسميه، بس هو احنا نضيف له على الاكثر فقط الليمون، عصير ليمون يعني نص ليمونه كلش كافيه او اقل حتى بعض الاحيان، تنطي نكهه مميزه جدا وتزيد طبعا مقاومته لل يعني خاف يصير به فطريات او كذا، وايضا تنطي نكهه. وكذلك هو باعتباره يعني انت يعني محلول سكري فهو ايضا يعني المقاومه مالته تكون بعيده وما يحتاج اي مواد حافظه. وهاي باختصار تحويل الفواكه اللي انت تنتجها بالحديقه المنزليه الى مثل ما تشوفون الى مربى لذيذ جدا جدا. وطبعا العجيب انه هذا مربى خلينا نقول الجوافه يكون الطعم مالتها بالمربى افضل من الطعم مالتها اذا تاكلها هيك بدون يعني تحويلها الى مربى. وحتى هسه هاي سبحان الله هاي البذور تقوم تصير هشه، وممكن انه يعني فتشي حتى طعمها يكون مميز جدا، او ممكن انه طبعا تتخلص من البذور وما يحتاج يعني بذور، راسا تستخدم بس الغلاف الخارجي مال يعني هذا الجزء تتخلص من البذور، ممكن هماتين ايضا، بس انا احنا جربناها حتى البذور طعمها مميز. اتمنى تكونون استمتعتوا واستفاديتوا، لانه اي شيء عندكم بالثلاجة من الممكن انه تحوله الى مربى او مخللات احنا نسميه بالعراق طرشي، وهاي ابسط طريقة اللي شفتوها. بالختام نستودعكم الله في امان الله، كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في امان الله.